بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها حتى يحافظ على قلبه ألا يعادي أولياء الله، فمعاداة أولياء الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان الذي يعاديهم فقد عادى الله، والله سبحانه وتعالى يقول: فقد آذنته بالحرب. ولم يعلن الله سبحانه وتعالى الحرب إلا على صنفين من الناس. الصنف الأول الذي ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وهم أكلة الربا، فقال سبحانه وتعالى: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والصنف الثاني هم الذين يعادون أولياء الله سبحانه وتعالى، في كما في هذا الحديث القدسي قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من هم أولياء الله؟ بأمر بسيط، يعني كثير من الناس قد يعني يضع كثير من الكلمات: الإنسان حتى يكون ولي لابد أن يكون كذا وكذا. الله سبحانه وتعالى اختصر الولاية بكلمتين بسيطتين في القرآن، قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إنسان مؤمن وعنده تقوى، هذا الإنسان الذي التزم بأوامر الله سبحانه وتعالى، عقيدته صحيحة وعبادته صحيحة ومعاملته صحيحة وأخلاقه صحيحة، كما بنى ذلك على ما هو في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قد تزيد هذه الولاية وتنقص، ولكن كل إنسان مؤمن وتقي فهو ولي من أولياء الله. فلذلك الإنسان، كثير من الناس اليوم نسمع إنسان بيقول: والله فلان هذا لا يعجبني شكله، هذا فلان والله شو هذا فلان، إنسان يعني غير صالح أو إنسان بعيد، أنا ما بحب فلان. ليش؟ قال: لأنه مظهره. اليوم لما شافوا كثير من الناس مثلا طالبان قد انتصروا في أفغانستان بيقول لك: والله أشكال هذي مش عجبتني. وما يدريك ما أشكالهم، شو بيعرفك أنت؟ هذا إنسان يؤمن بالله ويتقي الله عز وجل، فمن أنت حتى تحاكمه؟ من أنت حتى تكون خصما لله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى بيقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والله ما بعرف أنا كذا. عليك السكوت وألا تتكلم فيما لا يعنيك حتى لا تقع في هذا المحظور، لأن الإنسان إذا كان عدوا لله عز وجل وكان قد أعلن الحرب على الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أعلن الحرب عليه. شو هو الحرب؟ الإنسان يحتاج في كل يوم إلى رحمة الله، إلى توفيق الله، إلى هداية الله، أن يكون الله معه في حياته، في صحته، في عمله، مع أبنائه، في حياته، في بيته. فإذا حرمت هذا التوفيق من أجل أن الله سبحانه وتعالى أعلن الحرب عليك في الدنيا قبل الآخرة، فما الذي استفدته من أن تقول: والله فلان هذا عدوي أو فلان هذا سأقف ضده؟ فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وأن يتخذ كل مؤمن يراه، كل إنسان مؤمن وتقي، أن تحبه. وإذا والله أنا ما عجبني شك، ما شو يعني هذا الشكل، هذه الأمور، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: رب أشعث أغبر ذو تمرين لو أقسم على الله لأبره. يعني إنسان ممكن يكون ما شكله يعني لا يعجبك أبدا، ولكنه لو قال: والله الله سيفعل كذا، لأجاب الله عز وجل دعاءه وقسمه. فلذلك علينا أن نتقي الله عز وجل في المسلمين، وألا نعادي أحدا من المسلمين أبدا، ما تعادي أحد. الله سبحانه وتعالى قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكما قلنا، الإيمان والتقوى هي بيد الله عز وجل، ولا تستطيع أنت أن تكشف عن قلوب الناس،
فلك أن ترى هذا إنسان مسلم، هذا إنسان مؤمن، هذا إنسان تقي في معاملته، في عمله، في كذا، فعليك أن تتقي الله فيه وأن تحبه، فهذا من كمال الإيمان للعبد. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.